امتحاني خلاص بكرة، انا مذاكرتش اي حاجة، انا كده هسقط. ايه ده؟ مين ده؟ انا اللي عمري ما ذاكرت غير يوم ليلة الامتحان، وبرغم ده كنت بطلع الاول على المدرسة. انا اللي بلخص المنهج كله في 9 ورقات وبذاكرهم، وبخش الامتحان بقفل فيه. تلخص المنهج كله في 9 ورقات؟ انا بصراحة محتاج قوي ال9 ورقات دول. هتلاقيه عندك في المكتب حبيبي، هما دول بقى ال9 ورقات. ده انا هذاكرهم واخش الامتحان اقفل بقى، وهطلع الاول على المدرسة وهيكرموني. ايه ده، انا حاسس اني جعان، انا هروح اكل وبعدين اجي اذاكر الورق ده. كلت بقى اقعد اذاكر، انا بطني وجعاني، انا حاسس ان انا عايز اشرب شاي، انا اروح اشربه وبعدين ارجع اذاكر. شربت الشاي اذاكر بقى. ايه ده، هو ده الفيلم اللي في بالي؟ يلا، احسن فيلم بحبه شغال دلوقتي، انا راح اتفرج عليه وبعدين هرجع اذاكر. هو يعني تيجي على 2 ساعة. الفيلم كان حلو قوي الحقيقه، بس انا عيني ليه عامله كده؟ انا عيني مزغلله قوي. من 9 ورقات هذاكرهم بسرعه واخش انام. ايه ده، هو الورق عامل كده ليه؟ انا عيني مزغلله قوي. ايه ده، انا مش قادر، انا عاوز انام. انا نمت كتير قوي. الساعة تجيلها كام دلوقتي؟ الامتحان، يا نهار اسود، شلت المادة، انا ما حلتش اي حاجة في الامتحان. انا غلطت اني مذاكرتش الورق. ايه ده، انا شلت مادة واحدة، ده لسه فاضل مواد كتير، انا هذاكر الورق وبعدين هنجح في باقي المواد ومش هتيجي على مادة. يعني بصوا عليا، شوفوا ليا، شهرين قاتل، قص عليا وحبيبي كمان كلمية ومية كده. كده انا جاهز للامتحان. فكرة الفيديو انك تقدر تحقق النجاح حتى لو المدة صغيرة، ولو انت حسبتها في دماغك هتعرف ان انت لو عاوز تنجح الموضوع مش هيبقى صعب عليك. ما تنساش اللايك والاشتراك.